طيب هلا في الجزء رقم 6 هناخذ class expressions وهون هناخذ اللي هم intersection بين classes اليونيون بين classes الكومبلمنت بين class الانيوميشن اوف individuals هناك تقدر تقول مير ومير وتقدر تقول بس نبدا في الانترسكشن الانترسكشن بدي انا عندي مثلا كلاس اسمه ماذا كلاس اسمه ماذا هو بدي اعرفه انه هو انترسكشن بين بيرنت وومن يعني بدي اخذ كل كلاس خلينا نبدا من هون انه في انا معرف كلاس وومن وعندي مثلا 50,000 وومن انستنسز اوف وومن وعندي كلاس بيرنت عندي 500,000 بيرنت يعني انستنسز اوف بيرنت انا بدي اجي اقول اوكي بعرف كلاس اسمه ماذا وبقول انه هو عباره بالضبط الانترسكشن بين كلاس وومن وكلاس بيرنت يعني هو بالضبط الانستنسز اللي موجودين بالاثنين الانستنسز اللي موجودين بالاثنين ناخذين وهذا للانفرنس كمان مره هذا للانفرنس مش للريستريكت هل لاحظوا كيف عرفت كل نيجي من جوا في كلاس هو انترسكشن من هاي الكوليكشن من مان وومن او بير هذا الكلاس هو ايكويفالنت كلاس ل مر بعدين على فكره انتوا حطوه انتبهوا هاي ملاحظه تنطبق على كل اللي حكيناه اليوم انتوا حطوه مرات حتشوفوا مرات هون سب كلاس اوف وريستريكشن ها اوكي بجوز اللي بيعرفوا اول ما يكون يخرب شو فيها زمان ما يكون مش عارف منتبهين لها انت هيك لازم تحدد طب اوكي اسال سؤال هل هاي سب كلاس اوف شو يعني؟ يعني اول شيء عرفنا هذا الكلاس شو هو؟ قلنا في شيء اللي هو الانترسكشن بين وومن وبيرنت اوكي؟ هذا الانترسكشن طيب وانت بذهنك بدك تعرف كلاس ماذر هل ماذر سب بكلاس اوف هذا الكلاس ولا كويفلنت لهذا الكلاس؟ انت زي ما بدك تحدد بس طبعا هون الابلكيشن تبعنا في المثال تبعنا بتصير كويفلنت هلا اذا هاي إذا كتبت هون إنه هاي سب كلاس أوف محمد يونيون أوف ماذر لا مش معنا إذا كتبت إنه هاي سب إنه هاي سب كلاس من هذا الكلاس يعني معناته هذا الكلاس فيه إشي أكبر إنه أكبر من هذا الكلاس بس إحنا مش هيك أنت بدك أنت شو بدك؟ إنه هذا الكلاس هو كوفيلنت إكزاكتلي كل إشي هون هو بالضبط هون العكس هاي ناخذ اليونيون اوف هلا في عندي انا كلاس بسميه بيرن ها؟ سوري خليني معلش ارجع لورا هل بالاور ان في كلاس اسمه للانترسكشن؟ فيش هل في كلاس بالاور ان؟ في طريقه بالاور ان بنعرف الانترسكشن؟ ها؟ تاني الاور ان يلا ديما احمد محمد في طريقه بس ضعيفه المالتيبل انهيرتنس نو المالتيبل انهيرتنس لما في عندي شغله تذكروا مثالي في ماده النولج انجينيرنج لما قلت في عندي بيرسون وفي عنده سب تايبس امبلوي وستودنت وبعدين في عندي بي اتش دي ستودنت وسب تايب من اثنين شو يعني؟ يعني صار انترسكشن من اثنين صح؟ مزبوط؟ المالتيبل انهيرتنس هي نوع من الانترسكشن صح؟ هلا اوكي هلا بس هذيك الطريقه بصراحه التفاف على مفهوم الانترسكشن العام اوكي؟ مفهوم الانترسكشن العام
بديش اعمل مرتبين ممتاز. او يعني امكنها وحط انه هاي سطات من هاي وسطات من هاي وسطات من هاي. النتيجه بتطلع انفرسيشن صحيح. بس احنا كنا غلطنا انه مش بالوضع هذا. لا لا بالاول ام بزبطش لانه هذول لازم كان انهم سوبر تايب كلهم هذول الثلاث صح؟ تقدر تقول بس هاي هذول لازم كان سوبر تايب. اوكي بس اني anyway. يعني بديش اياكم تشتوا بس اللي هون بدي اقوله انه هذول انه هاي الطريقه احنا يعني لانه كاتبين هاي الطريقه هي مش موجوده بالاو ار ام. وي ار بروبوزنج احنا في عندنا بيبر بنشتغل عليها بين او ار ام واول. فهاي الطريقه يعني اخترعنا طريقة جديدة لحد الآن فيش ولا تقول تدعمها. سوري هذا النقاش بس لتعيين طيب اليونيون اوف في عندي كلاس مذر وكلاس فادر. عندي مثلا 100,000 مذر instances of mother ومثلا 100,000 instances of father. وانا بقول كلاس بيرنت هو اليونيون الاثنين. كمان مرة اليوني الاثنين هاي مش ريستريكشن هاي الانفرنسي. اوكي اليوني عادي ما فيش فيها ولا اشي. طيب وبالاو ار ام اذا بتحط هاي معناته هذول كلهم هذا هو اليوني منهم كلهم. انا الكومبلمنت بتعرفوا بالكومبلمنت شو الكومبلمنت شو عكس شو عكس الأبو؟ لا 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 الإم لا مش أبو مش أبو مش أبو مش عكس مش عكس نفيها نفيها بالضبط بس هي بالضبط هي سوري متمم ما مزبوط متمم خلينا العكس نستعملها على الام بس اللي هي النفي يعني شو هو باخذ ست فيها كل مجموعه فيها كل الابوي كل الاشخاص اللي هم ابوي هلا بقول شو عكسها شو نفيها شو متممتها هو كل واحد مش ابو مزبوط طيب حسب الكونتكست يعني لا طيب لا 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 مش حسب الكونتكست لا هذا لوجيك واضح. طيب شو عكس شو عكس شو عكس مرأة شو مش شو متممة المرأة متممة مش أم طيب شو متممة المرأة لا لا رجل لا لا مش 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 شو متممة أنثى؟ حسب شو متممة أنثى؟ لا لا مش لا ما هون توقعكم أنا مش ذكر فيش لا لا في كل إشي مش كل إشي ما عدا يعني كلاس ثينج أيوه كلاس ثينج اللي هو اليونيفرسال كله تأخذ منهم الأنثى تكيمهم وتقول كل شيء ضل الدومين كله هو المتمم. هلا فهاي الكومبلمنت هون انت شو عرفت؟ تركي هنبدا من جوا كنا في كلاس الكومبلمنت اوف بيرسون سوري بيرسون كل واحد لا أبو لا يعني لا هو ابو ولا هو ام. هلا هذا الكلاس جينا احنا على بدنا نعرف طبعا انه هو تشايلدلس بيرسون يعني الانسان ما فيش عنده والد فانا كنا كويفلنت لا هذا الكلاس. هلا هذا الكلاس هو الانترسكشن بين بيرسون وبيرسون intersection of person و بيرسون صح و بيرسون صح و بيرسون و بيرسون و بيرسون و بيرسون و بيرسون و بيرسون و
هاي ليش؟ بقدر اقيم نفسي. بس هاي الحاجة بسميها childless. لا 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 مش هيك. انت شو قلتوا؟ كل ما قلنا لكم شو عكس انثى؟ انت قلت شو قلت رجل. انت مش لازم قلت رجل، انت لازم غلطت وقلت غلطت وقلت ذكر. لانه قد يكون في حيوان ذكر وحيوان انثى. مظبوط؟ فانا لما قلت شو عكس انثى الانسان جزء يقول انت رجل. فهمت علي؟ يعني شو عكس مرأة انا بقصد انثى الانسان. هلا تكون ممكن تكون رجل هلا بس شو عكس انا الاسلام بدي اقول لها كيف بتقدر توصل لي لا الرجل بتروح بتعمل انترسكشن بين بيرسون بيرسون تاخذ بيرسون وبتاخذ الكومبلمنت تبع الانثى اي انثى حتى الحيوانات بس الانترسكشن مع بيرسون شو بتطلع؟ انثى الانسان هلا الكومبلمنت بتطلع هي فهمت علي هون ليش؟ ف بس على اي حال يعني هذا المثال كان دقيق بس الكومبلمنت او هي بس التوثيق يعني انت بتعرف الكلاس وبتقول تعريف هذا الكلاس هو الكومبلمنت لكلاس ثاني اختصار طيب النيوميريشن اخر واحد اوكي للي بيعرف او ار ام من الاخر هذا الباقي كله اللي بيعرف او ار ام هذا تقدر تعرف كلاس هلا انتم بتعملوا بتعرفوا كلاس شو بتقولوا؟ بتقولوا بتعرفوا كلاس بعد شوي بتروح تعملوا له انستنس مظبوط؟ نعرف انستنس من قوه شركات اسم انستنس اوف بيرسون اسماء اسم انستنس اوف بيرسون ايمان اسم انستنس اوف بيرسون طيب يعني وبعد سنة بيجي واحد يقول محمد إذا نستنسوا بيرسون إلى آخره كلاس هلا في كلاس بقدر أعرف أنا هلا كلاس بس بديش الإنستنس استبعد تكون مفتوحة نو أنا بدي أقول بدي أعرف مثلا فلسطينيين شو بقول؟ إيش؟ فلسطينيين فقول هذا الكلاس يتكون من هاي المجموعة من الانستانسز هذا الكلاس يتكون من مجموعة هاي الانستانسز يعني فلسطينيان سيتيز إذا إذا أوكي هيك في عندي كلاس is union of هاي الكوليكشن جيروزاليم عكا ورام واو الى اخره هذول الكلاسز مع بعض اسمهم اي سوري هذول الانستنسز انستنسز بيكونين كلاس اسمه فلسطينيز بيكونين كلاس يعني هلا بعدها تقدر تقول لي يا احمد في عندي كلاس اسمه جندر يتكون من ميل وفيميل وبس ممنوع يكونوا اكثر من هذول الانستنسز مشان التحليل ممنوع يكون له اكثر من هذول الكلاسز يعني انت هون بتعرف الكلاس مش بتعرف الكلاس وبعدين بتروح تحط له انستنسز نو 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 انت بتقول هذول الانستنسز بكونين هذا الكلاس وتربيه اسم هاي الحاله هاي الطريقه بـ one of لغه الداتابيس فاليديشن ممنوع واحد ثاني ممنوع الكلاس نعمل له انستنسيشن غير بهذا الديفينيشن من هذا الديفينيشن هو اللي بعرف الكلاس زي لوك اب في الداتابيس كونسترينت صح احنا بنستعملوش هيك انا مش قايل لك غلط انا سكت ومش هيك بنستعمل هلا اوكي هلا انت بتعرف زي اللوك اب بالداتابيس زي الكلوز يعني مجموعه الانستنسز في اللوك اب عندك محدده